بيد الله يرحم مشايخنا الكرام لهم من الفاتحة. فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لكم نحن في ذكرهم الصراط المستقيم الصراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنا خالدياتي اليوم خاطرتي اسمها لماح. اليوم الصبح ما واحد يقول لي لماح لماحة. في لماحين حاليا بالموجودين قول ليش قول ليش ابو صلاح ريال عاصرته واحنا نسيناه كلنا نسيناه وخاصه احنا ما نقايل بدوله الكويت. عمك السيد بدر مش عد مني شوف لا موجود ان شاء الله. لا في واحد كان شعله بشهر رمضان الوداع الوداع يا رمضان الوداع الله يرحمه الشيخ وليد يا شهر الصيام ابو خالد الشيخ وليد ايه والله الشيخ وليد تعرف هو الوالد مره في مسجد العود الوالد سيد يوسف سياش مرفع الزناب الشيخ الطريق رفع الصفية قلت له بابا الشيخ وليد الدليمي كم ختمة قران بحق الموتى سوى؟ كان يقول لي سوى تقريبا يا ابني فوق ال 100,000 ختمة. ابو علاء دقيقة بس لحظة سيدي انت حضرت معاه ختمات؟ حاضر وياه ختمات يوم يفرق المرء من أبيه والولد من أبيه وصاحبته اي والله هي بالفنطاز هي بالجهرة هي بفعيل هي بالعاصمة ما خلى قاعة وعزيات كان خلي كل الناس اللي تسوي له ترحب باك اي والله تبكي. وبداها اللي سويت مقابلة معاه بديوان تواس سيد الزرباعي يقول دخلت الكويت 68 وابتديت من ديوانه ابوك ابو يعقوب رفع المنصورية وبعدين مسجد المطير مسجد رضاعة عبد الله السالم وبعدين مسجد العوض بشارع عبد الرحمن العوض الوزير الصح اللي كان مع الوالد الله يرحمه في رمضان الله يرحمه. فليش الناس ما تحيي ذكرى؟ وين اللماحين يحيي ذكرى؟ ترى في واحد من اولاده قابلته بوفاته قابلته خالد ابنه اي واحد منهم مداح شفته بحوالي سكنه بحوالي اي وواحده من زوجاته كويتيه. انا جايكم من زمان سويت فيديو ما حد رد علي. نبي الامانه العامه للاوقاف او حد من اللجان الخيريه لا مو بس الاعلع يدعموا واحد من ابنائه يقرا قران زيه ويسوي مدايح نبويه وختمات قران. ترى دعم لنادره مش حتكرر يا خالد. لا نقدر نكررها ليش؟ وذلك على الله بعزيز نقدر يعني ان الله سبحانه وتعالى يخلق من يشاء بغير حساب. انت الحين ابو ان شاء الله مقبل لو قالوا لك تقدر انت يعني تسوي تشكل فرقه وتدعمه وتعيد ذكرياته وامجاده. مش نكره يا خالد بس مش لاقين حد واحد صوته زي لا ولده واحد من اولاده زيه سبحان الله حنجرته ما شاء الله. اي والله ما ادري عبد الرحمن اكلت لا بصل ولا باذنجان حنجرته ما شاء الله. وبعدين كان سبحان الله فكاهي يبكي وعاصر كل امراء الكويت شيخ عبد الله السالم خلي شيخ الكويت صباح سالم احمد جابر مسجد المطير فتحت عبد الله السالم خلى الكل يبكي ليلة 27 القدر كل الحين مسؤولين الدوله مقبل كل مسؤولين الدوله كنت اشوفهم صغار عنده بالضاحيه بالمسجد وراحوا ناس بعت السفير الكويتي اللي في بلده هناك في العراق زاره اي والله السفير الكويتي المهم شهدنا شهاده بالغزو انت بعد طلعت ناس والله يعينك. جاء خبر توفت جدتنا ام الوالد نوره السيد احمد عبد الرحمن الطبطبائي في عمل ختمه قران هو وعشى بالعشاء والله العظيم بالمنصوريه شهر 9 يقول الحمد لله الذي جعلني مسلما ولم يجعلني بعثيا. اي والله وترى هو مظلوم ظلموه في الجنسيه عشان انه عراقي وما عراقي عشان الجنسيه كان عاوز جنسيه قطع عشاء كان مش يشتغل مؤذن في وزاره الاوقاف اي صح قطع عيش فنبي احنا كان السيد ابو طلال اي والله وعليك السلام السيد عيسى ابو طلال سلام هاشم الرفاعي هاشم الرفاعي اخذ سيد جاسم كان ماشي يعني. اقول لك يا رب فانت ودك انه يعيدون ذكرياته؟ ودي من الفجر قبل بكره الله انا بسمع صوتها بشعشع بولع الله سبحان الله دعم لنادره يا خالد مش حتلاقي زيه الله عمله نادره زي الشيخ وليد الدليمي مش حتلاقي زيه. لا بس نقدر الحين احنا نعيد يا ريت يا ريت نلتقى حد واحد ابنه موجود فالنبي واحد لماحه ولماحه يتبنى هالموضوع. انت تعرف اللي صوتها قريب منا شويه فين؟ بقرا عن جمعيه الفيحه حسان حسان صح صح قريب من صوتها بشوي. لا بس هو كان في روح صوفيه اسمه ايه حسان من البصره هو. بس هو كان يعني في روح صوفيه ايوه ايوه والله هو ويوسف احمد جمال يوسف السوري سيف الصابري خليل ابراهيم هم كم مداح كان ملا جمعه كنا نروح عند الشيخ عصملي ابو عمر سلو كنا نروح عند الشيخ يوسف فؤاد عطيه عند الخطان يوسف الخطان ابو حمد في الفردوس يا رب ان نلقى واحد لماحه ولماحه ويحققون الهدف قولوا امين امين يا رب شكرا يا سيادي.
بانتظاركم يا لماحين. فتح على رحمة مشايخنا الكرام وأماتنا مثل آمين. فتحناه بالفاتحة ونختمه. سيدنا العم أبي يعقوب وأماتنا سيدنا رسول الله وأماتنا المسلمين أجمع لنا من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وسلم. الصراط المستقيم الصراط. يا رب. ويعيدون ختمة القرآن. كان الوالد يقول يا ابني هاي ختمة القرآن مو سهلة. يقول على أموات. قلت ليش؟ قال يا ابني الملائكة تحضر تصعد أرواحها إلى السماء. عندك خبر العالم الجليل اللي دخل الأسبوع اللي فات يقول سيدنا الإمام الشافعي كان يختم القرآن في اليوم مرتين. أيوة صح. سيدنا الإمام الشافعي الفياضي حاليا كنت يختم شيخ رمضان الفياضي مقبل في اليوم مرتين. لا باكل ولا بشرب ولا بقرا. فياضي كل ثلاثة أيام يختمها. في ناس ما زالوا. لا ما اقول لا مش حياكل ولا نام ولا يشرب. فياض يقدر. المهم انت عندك حد لماح او لماحه؟ والله انا اسال نشوف ابو ولد يا رب نلقى الجواب. انا كلمت الشيخ دلوقتي الشيخ العجم الدكتور العجم في المسجد الدكتور نافع. قلت له اسمع دكتور نايم قال لي قلت له اشمعنى الناس بتتكاتل في رمضان في المساجد وبعد صلاه العيد ما تلاقيش واحد في الشارع يقول لك سلام عليكم؟ رمضان مش ابن عم شوال وابن عم رجب وشعبان؟ قام قال لي المفروض هم يقولوا لا ربنا ولا رمضان يمشوا مع الله سبحانه وتعالى ولا رب رمضان وكل شيء. المهم رب رمضان. اذا حصلت لماحه ولماحه ويبي يتبنى حمله الشيخ وليد الدلامي بلغنا. انت بتتذكرنا بالشيخ وليد الدلامي. بحر قلوبنا يا اخي. كان لا عمله نادره زيه صوته جميل مش عمله نادره زيه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله.